not be intimidated by evil people. Right now, it's 793 out. U.S. Treasury's ticking higher. سقوط أمريكا أمام الصين، وفاة بوتين وامرأة ستحكم روسيا، خريطة جديدة للشرق الأوسط الذي يغلي ويفور، والأمل الوحيد الذي يمكن أن ينقذ الكوكب سيكون من الشرق وحده. أخبار لم تسمعوا بها من قبل، لكنها قابلة للحدوث. لماذا؟ وكيف سيحدث كل شيء؟ منذ العصور القديمة جذب عالم النبوءات اهتمام البشر. كان الإنسان في تلك الأزمنة يلجأ إلى الكاهنة والعرافين لاستطلاع أحداث المستقبل، فكانوا يترقبون بوادر تفسيرات الفلك وتنبؤات الطقوس ومظاهر الطبيعة كعلامات قد تكشف عن مسار الأقدار، من معابد الإغريق القديمة إلى الملوك والأباطرة الذين طلبوا النصيحة من المنجمين والعرافين. كانت النبوءة أشهر وسيلة للتواصل مع قوى خفية وإلقاء نظرة على المستقبل. في العصر الحديث لم يتغير شيئاً تقريباً، ما زالت هذه الرغبة متجذرة في النفوس وإن اختلفت وسائلها وشخصيتها. هذا نبي الخراب، وهذا المتنبئ النائم، وهذه ديكسون العرافة التي خاف منها أقرب المقربين. أحداث خطيرة تنبأ بها هؤلاء الثلاثة، من الحروب العالمية إلى صعود الصين وروسيا والأوبئة الفتاكة. نجح هؤلاء الثلاثة بالتنبؤ بأحداث كبرى في الماضي، وقبل أن يرحلوا تركوا لنا الكثير من النبوءات لحاضرنا. فما الذي ينتظرنا في المستقبل؟ وتحديداً عام 2025 وثائق أنبياء الهلاك. ما نحن على وشك مشاركته معكم سيذهلكم، لكن أولاً ادعمونا بالاشتراك وفعلوا الجرس حتى لا تفوتوا أي تفاصيل. منذ أيام العرافين القدماء إلى العصر الحديث، ظلت الرغبة البشرية في معرفة المستقبل ثابتة. تجذب هذه الرغبة الناس إلى شخصيات مثل كريغ هاملتون باركر، عالم نفس معاصر معروف بتنبؤاته الدقيقة، أسرت نبوءاته الآلاف في جميع أنحاء العالم، خاصة أولئك الذين يسعون إلى إجابات تتجاوز المألوف ويفتنون بأسرار القدر. غالباً ما يطلق معجبوه ومنتقدوه عليه لقب نبي الهلاك، لأنه يتنبأ بكل شيء من الاضطرابات السياسية إلى الكوارث البيئية. ولد كريغ هاملتون باركر ونشأ في ساوثهامبتون بأنجلترا. تميزت حياته المبكرة بالفضول تجاه المجهول، رغم أن عائلته كانت تقليدية في نواحٍ عديدة، إلا أنها عززت أيضاً بيئة شجعت الفضول والتفكير الحر. يدعي باركر أنه خاض أولى تجاربه الخارقة للطبيعة عندما كان طفلاً، بما في ذلك الأحلام الحية ولحظات الحدث التي تطابقت لاحقاً مع الأحداث الحقيقية. أعطته هذه التجارب التكوينية شعوراً بأنه متصل بعالم خارج العالم المادي. في سنوات مراهقته وجد هاملتون باركر نفسه منجذباً إلى التعاليم الروحانية من الفلسفات الشرقية مثل البوذية والهندوسية. بدأت رحلة باركر كعراف محترف بجدية في أواخر العشرينيات من عمره. طور مهاراته من خلال ممارسات مثل الاستبصار، والتي ساعدته على التواصل مع ما يسميه عالم الأرواح. بدأ أيضاً في إجراء قراءات نفسية للعملاء وممارسة الوساطة الروحانية، والتي تنطوي على الاتصال بالمتوفى وتوجيه رسائل من الجانب الآخر. تميز صعود هاملتون باركر إلى الشهرة ببعض المعالم المهمة التي وسعت نفوذه من القراءات الخاصة إلى التنبؤات العامة. جاءت لحظة اختراقه مع سلسلة من الظهورات التلفزيونية على وسائل الإعلام في المملكة المتحدة، حيث تمت دعوته لمشاركة تنبؤاته حول الأحداث العالمية.
طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين اكتسب الاهتمام بتوقعه للعديد من الأحداث البارزة، مثل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 ووفاة الملكة إليزابيث وانتخاب دونالد ترامب. بهذه التنبؤات ارتفعت شهرة باركر بشكل كبير. نشر هاملتون باركر 31 كتاباً حول موضوعات العصر الجديد منذ عام 1995. كانت كتبه شائعة داخل المجتمع الروحاني في بريطانيا. تتناول أعماله موضوعات مثل الحياة الآخرة وتفسير الأحلام والقدرات النفسية. نبوءات باركر. جاء أحد أشهر تنبؤات هاملتون باركر في عام 2016 عندما توقع علناً أن المملكة المتحدة ستصوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي النبوءة التي بدت غير محتملة في ذلك الوقت. لاقى تنبؤه بشأن الخروج البريطاني صداً لدى العديد من الأشخاص الذين انقسموا حول هذه القضية. وعندما صوتت المملكة المتحدة بالفعل لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، عزز ذلك سمعته كمتنبئ موهوب بالأحداث السياسية. كان من بين التنبؤات المهمة الأخرى تأكيده على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، على الرغم من استطلاعات الرأي وتوقعات وسائل الأعلام التي كانت لصالح هيلاري كلينتون. توقع هاملتون باركر فوز ترامب. تتجاوز تنبؤات هاملتون باركر السياسية، فقد تنبأ أيضاً بالكوارث الطبيعية بما في ذلك الزلازل والتسونامي والانفجارات البركانية، وكانت أحد تنبؤاته البارزة يتعلق بزلزال كبير في كاليفورنيا. وزعم أن رؤيا أظهرت دماراً واسع النطاق وألمحت إلى نشاط زلزالي على طول حلقة النهر في المحيط الهادئ. وعلى الرغم من اختلاف توقيت وتفاصيل تنبؤاته بالزلزال، إلا أنه يظل ثابتاً في التحذير من الكوارث الجيولوجية الوشيكة، مشيراً إليها كعلامات على التحولات العالمية. في السنوات الأخيرة، حذر هاملتون باركر من الكوارث المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك الفيضانات والحرائق المدمرة. وتوقع أن تتفاقم الأحوال الجوية المتطرفة وأن يشهد العالم كوارث بيئية كارثية، وهو ما يتماشى مع زيادة وتيرة وشدة حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات في جميع أنحاء العالم. تحدث هاملتون باركر أيضاً عن التغيرات في الهياكل المجتمعية، وتوقع تحولات في القيم الثقافية والأنظمة الاقتصادية. قبل أشهر نشر كريغ فيديو له على يوتيوب مدته ساعتان، تحدث فيه عن توقعاته لثلاث سنوات مقبلة. أعتقد أنه بعد عام 2026 سنرى بعض الأشياء الإيجابية للغاية تبدأ في الحدوث في العالم، ولكن حتى ذلك الحين أشعر أنه لا يزال طريقا صعبا. ولم تكن تخمينات كريغ كلها كئيبة ومتشائمة، فقد توقع أيضاً أن يكون هناك نمو متزامن في الروحانية وعلاج للسرطان، وأوضح كل هذا سوف يرتبط بالذكاء الاصطناعي. كما توقع كريك الذي يطلق عليه نوستراداموس الجديد تحالفاً بين روسيا والصين، وقال في عام 2015: بدأت أقول إنني رأيت أن روسيا والصين ستشكلان تحالفاً، وهذا بدأ يحدث. لذا فإن أحد توقعاتي الأولى يتعلق بهذا التحالف الروسي الصيني، والذي أعتقد أنه مهم جداً في الوقت الحالي. قلت في ذلك الوقت إن الاقتصاد الروسي سيشهد انكماشاً على مدار السنوات القادمة، وسيعقد صفقة أسلحة مع الصين. كما توقع باركر وفاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلاً إنه ليس لديه وقت طويل. أشعر أن وفاته وشيكة، وقد تكون هذه هي النهاية لكل شيء. ستستمر حرب روسيا وأوكرانيا بعد وفاة بوتين، ولكن هذا سيكون ناقوس موت الحرب، وقد يتم التوصل إلى اتفاق بمجرد رحيله. ومع ذلك قال هاملتون باركر إن الشخص الذي سيتولى منصب الرئيس الروسي سيكون بنفس السوء، قائلاً إنه يتوقع أن يكون امرأة. وقال: أشعر أن أمريكا ستتعرض لزلزال كبير جداً، وسيمتد على طول الساحل الغربي حتى مدينة مكسيكو. لا أرى كل شيء ينهار، لكنني أشعر أن زلزالا كبيرا قادم.
قال باركر أيضاً إنه يرى الكثير يحدث في أستراليا على مدى السنوات القليلة القادمة، بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات وانفجار في الحاجز المرجاني العظيم ووباء جديد ينشأ هناك. وقال أيضاً إنه يرى فيضانات كبيرة ستغمر لندن وأوروبا، وستتأثر ألمانيا بشكل خاص. والأمر الأكثر إثارة للقلق أنه أضاف أنه يرى تسونامي يضرب أستراليا. باركر 2025. في عام 2025 يتوقع هاملتون باركر تغيرات كبيرة على الساحة السياسية العالمية، وتتطرق تنبؤاته إلى التحولات في ديناميكيات القوة، خاصة في المناطق التي تتسم بالتوتر السياسي والتقلبات الاقتصادية. يقترح هاملتون باركر أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد تتدهور بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة. ويتصور سيناريو حيث تصل النزاعات حول التجارة والتكنولوجيا والحقوق الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بتايوان التي ستكون بمثابة نقطة الانهيار. يمكن أن يتجلى هذا في تكثيف العقوبات الاقتصادية والحرب السبرانية والوجود العسكري المتزايد في بحر الصين الجنوبي. يعتقد هاملتون باركر أن عام 2025 سوف يتميز بالاضطرابات الاقتصادية، مع تقلبات العملات الرئيسية والركود المحتمل في الاقتصادات الرئيسية، ويتوقع تحولاً بعيداً عن القوى الاقتصادية التقليدية، مع صعود دول مثل الهند والبرازيل وبعض الدول الإفريقية. وقد تشكل هذه الاقتصادات الناشئة تحالفات جديدة قد تتحدى الهيمنة الغربية، مما يخلق نظاماً عالمياً متعدد الأقطاب. كما يتوقع هاملتون باركر اضطرابات سياسية في أوروبا، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن بعض الدول الأعضاء قد تشكك أو حتى تعيد النظر في التزامها بالاتحاد، مدفوعة بالمظالم الاقتصادية والمشاعر القومية. وفي الشرق الأوسط يتوقع تصاعد الصراع على المواد والقوة السياسية، مما يشير إلى أن عام 2025 قد يشهد تحالفات جديدة أو حروباً بالوكالة، مع تأكيد اللاعبين الإقليميين على نفوذهم. ويزعم أن هذه التحولات ستؤدي إلى مشهد سياسي أكثر تجزئة ولا يمكن التنبؤ به. المتنبئ النائم يعرف على نطاق واسع باسم المتنبئ النائم. ولد إدغار كايسي في 18 من مارس 1877 في مجتمع زراعي صغير. نشأ في عائلة متدينة ومتماسكة، وهي الخلفية التي لعبت دوراً حاسماً في تشكيل نظرته الروحية وهدف حياته. غرس والداه فيه القيم المسيحية التقليدية منذ الصغر. منذ سن مبكرة أظهر كايسي سلوكيات وتجارب أنبأت بقدراته غير العادية. تشير القصص من طفولته إلى أن كايسي كان عميق التأمل. في سن 16 ترك كايسي التعليم الرسمي للمساعدة في دعم أسرته مالياً. كانت وظيفته الأولى بائعاً في مكتبة، حيث حافظ على عادته في قراءة الكتاب المقدس والنصوص الروحية الأخرى. في هذه المرحلة بدأت قدراته الفريدة تتخذ شكلاً أكثر وضوحاً، خاصة بعد إصابته بأزمة صحية غير متوقعة. حدثت نقطة التحول هذه في أوائل العشرينات من عمره، عندما أصيب كايسي بحالة مفاجئة وشديدة من التهاب الحنجرة جعلته غير قادر على الكلام. سعى إلى العلاج مع الأطباء دون جدوى، وواجه مستقبلاً قاتماً. في محاولة يائسة لإيجاد علاج، لجأ كايسي إلى منوم مغناطيسي محلي يدعى إيلين، والذي كان يعتقد أن فقدان كايسي للنطق يمكن التغلب عليها من خلال التنويم المغناطيسي. وخلال واحدة من هذه الجلسات وضع لين كايسي في حالة غيبوبة عميقة، وأمره بوصف سبب مرضه، ليتحدث كايسي بوضوح لأول مرة منذ شهور، وشخص مشكلته على أنها انسداد نفسي. لم يكن هذا العلاج بمثابة تغيير في حياة كايسي فحسب، بل كان أيضا بمثابة بداية رحلته كمعالج نفسي تم تشخيصه ذاتيا.
شجعه آلين ومعارف آخرون على الاستمرار في استخدام حالات الغيبوبة التي يمر بها لتقديم رؤى حول الأمراض والعلاجات الممكنة. بحلول عام 1901 انتشرت سمعة إدغار كيسي باعتباره نبياً نائماً على نطاق واسع. اكتسب هذا اللقب لأنه كان ينام بعمق ويبدأ في وصف حالات الناس والعلاجات الموصى بها. توسعت قراءات كيسي في الغيبوبة من حيث التعقيد والمدى. بدأ بتشخيص الأمراض الجسدية والتوصية بالعلاجات الطبيعية، ولكن بمرور الوقت تعمقت قراءاته في التوجيه الروحي والأسئلة الفلسفية وحتى النبوءات حول الأحداث العالمية. كانت قراءات كيسي التي أطلق عليها القراءات تجرى بتسلسل معين. كان يستلقي ويدخل في حالة استرخاء ثم ينزلق إلى حالة من الغيبوبة، وكان مساعدوه يحضرون عادة لتدوين ملاحظات حول كلماته لأنه لن يتذكر القراءات بعد استعادة وعيه. صعود الصين. قدم كيسي عدة تنبؤات حول الصراعات العالمية التي يعتقد الكثيرون أنها كانت بمثابة نذير لأحداث الحرب العالمية الثانية. في ثلاثينيات القرن العشرين تحدث عن صعود الأنظمة المستبدة في أوروبا وحذر من حرب كبرى ثانية ستليها، كما أشار بشكل محدد إلى الأدوار التي ستلعبها ألمانيا وإيطاليا واليابان، وتوقع الاضطرابات السياسية التي ستؤدي في النهاية إلى الصراع. يقال أيضاً أن كيسي تنبأ بانهيار سوق الأوراق المالية عام 1929، مما أدى إلى الكساد الأعظم من خلال قراءة قدمها لمجموعة من المستثمرين عام 1925. حذر من عدم الاستقرار الكبير في الاقتصاد الأمريكي ونصح بالحذر. كانت تنبؤاته غامضة، ولكنها أشارت إلى انهيار اقتصادي تحقق مع الانهيار المدمر في أكتوبر 1929. في المجال الطبي تنبأ كيسي بالعديد من التطورات التي لن تتحقق إلا لاحقاً. تحدث عن الاكتشاف المستقبلي للأساليب التصويرية لتشخيص الأمراض، وهي فكرة يفسرها الكثيرون على أنها إشارة إلى تطوير التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب. كان أحد تنبؤات كيسي للجيوسياسية طويلة المدى يتعلق بدور الصين. لقد توقع أن تخضع الصين لتحول كبير وتصبح في النهاية ذات تأثير كبير على الساحة العالمية. تم تقديم هذا التوقع خلال وقت كانت فيه الصين معزولة إلى حد كبير وتكافح اقتصادياً، واليوم تقف الصين كقوة عالمية رائدة. عودة أتلانتس. تضمنت قراءات كيسي العديد من التنبؤات بعيدة المدى والتي تمتد إلى القرن الحادي والعشرين، وفي حين أنه لم يذكر عام 2025 على وجه التحديد، يمكن تفسير بعض تنبؤاته بشأن المستقبل القريب على أنها تشير إلى وقتنا الحالي. تتضمن أحد أكثر تنبؤات كيسي التي تمت مناقشتها تغييرات دراماتيكية في الأرض، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر وتحولات المناخ والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين. وحذر كيسي من التحولات الجغرافية بما في ذلك غرق أجزاء من الساحل الغربي للولايات المتحدة وأجزاء من اليابان وشمال أوروبا. وتتردد صدى هذه التوقعات مع المخاوف الحالية بشأن تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة. تضمنت النبوءات تغيرات الأرض إشارات إلى تحولات القطبين وتغيرات دراماتيكية في أقطاب الأرض من شأنها أن تغير جغرافية الكوكب. تحدث كيسي أيضاً عن عصر التنوير الروحي الذي من شأنه أن يحول وعي البشرية، حيث اعتقد أن القرن الحادي والعشرين من شأنه أن يجلب تحولاً نحو السلام والرحمة والنمو الروحي، مع بدء الناس في إعطاء الأولوية لتطور الروح. يفسر بعض المتابعين هذا على أنه إشارة إلى الاهتمام المتزايد باليقظة والتأمل والروحانية البديلة التي شوهدت في السنوات الأخيرة. كيسي أيضاً هو أحد أشهر أنصار أسطورة أتلانتس، وتحدث عن أتلانتس باعتبارها حضارة متقدمة تتمتع بتقنيات ومعرفة روحية تتجاوز بكثير ما كان معروفاً في عصره.
وفقاً لكاي، كان العديد من الأفراد الذين عاشوا في عصره أرواحاً متجسدة من أتلانتس، وكان يعتقد أن الحكمة القديمة لتلك الحضارة ستعود تدريجياً إلى الظهور في المجتمع الحديث، كما تنبأ بأن أجزاء من أتلانتس سترتفع مرة أخرى من قاع المحيط. بالإضافة إلى قراءاته الطبية والتاريخية، تعمق كيسي أيضاً في علم التنجيم، على الرغم من أنه تعامل معه باعتباره انعكاساً للتأثيرات الروحية وليس قوة حتمية. اقترح أن الأجرام السماوية لها تأثير خفي على حياة الأفراد وتطورهم الروحي. تضمنت قراءاته أحياناً تفسيرات فلكية لإعطاء العملاء رؤى حول مساراتهم وتحدياتهم المحتملة. ديكسون ونهاية أمريكا. تنبأت بوفاة الرئيس فرانكلين روزفلت وهزيمة رئيس الوزراء وينستون تشرشل في الانتخابات واغتيال الرئيس جون كينيدي، كما تنبأ ديكسون بأن الصين ستصبح تحت إمرة الشيوعيين. قبل وفاتها في عام 1997 توقعت أن يكون أمل البشرية في الشرق. ولدت ديكسون باسم ليديا إيما بينكارد، وهي واحدة من 10 أشقاء ولدوا لريتشارد فرانز بينكارد. زعمت ديكسون أنه أثناء نشأتها في كاليفورنيا أعطتها غجرية كرة باللورية وقرأت كفها، وتوقعت أنها ستصبح عرافة مشهورة وتقدم المشورة للأشخاص الأقوياء. كتبت جين ديكسون 7 كتب بما في ذلك السيرة الذاتية، وتوقعت الأحداث الكبرى التي كان البعض دقيقاً. قدمت جين عدداً من التنبؤات المتعلقة بالكوارث الطبيعية بما في ذلك الزلازل والانفجارات البركانية والأحداث الجوية الشديدة. لم تكن مهتمة بالسياسة والشؤون العالمية، لكنها تنبأت مراراً وتكراراً بتغيير قادة الدولة. أثبتت معظم تنبؤاتها المتعلقة برؤساء الولايات المتحدة وشؤون الصين أنها صحيحة، بما في ذلك التنبؤ عام 1945 عن رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل. أفيد أنه عندما تم تقديم جين ديكسون إلى تشرشل كانت مصدر إلهام له وقالت له: من الأفضل عدم إجراء انتخابات مبكرة، خلاف ذلك سوف تهزم. وفي يونيو 1945 خسر تشرشل الانتخابات. وفي الاجتماع الأول مع الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت طلب من جين ديكسون تقديم تنبؤ حول الوضع الدولي. قالت: بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية سيتم حل الحلفاء، سوف يتنافس الاتحاد السوفيتي مع الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، سيكون هناك العديد من البلدان الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ستندرج تحت النظام الشيوعي، سيصبح الاتحاد السوفيتي رئيساً للبلدان الشيوعية، وسيتنافس مع الولايات المتحدة على التقنيات العسكرية المتقدمة، ولفترة طويلة من الزمن سيكون الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في مواجهة ويتنافسان عسكرياً، لكن في النهاية سيبنون تحالفاً لمحاربة الصين الشيوعية. ثم قال روزفلت: الصين الشيوعي؟ هذا مستحيل، ليس لدينا أي صراع مع الصين، تحالفنا مع الاتحاد السوفيتي هو الحفاظ على وضعنا في العالم. لتقول جين ديكسون مع تركيز عميق: أستطيع أن أرى الحزب الشيوعي يستولي على السلطة في الصين، وسيتم نفي النظام الحالي إلى جزيرة لورق أي تايوان، وستصبح الصين الشيوعية ثاني أعظم تهديد دبلوماسي. كانت إحدى أبرز تنبؤات جين ديكسون حول مستقبل الولايات المتحدة هي رؤيتها لتحول كبير في المشهد السياسي في البلاد، وحذرت من احتمال حدوث اضطرابات سياسية وصعود قادة جدد غير تقليديين من شأنهم تحدي النظام القائم. في عام 1997 قالت جين آخر كلماتها: ستنخفض الولايات المتحدة وسيكون الأمل في البشرية في الشرق، ستحل الصين محل الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى في العالم. وبعيدا عن عالم السياسة، قدمت جين ديكسون أيضا عددا من التوقعات بشأن مستقبل التكنولوجيا والبيئة والحالة الإنسانية،
وتحدثت عن التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء والاختراقات الطبية وظهور أشكال جديدة من الطاقة والاتصالات. كان أحد الانتقادات الأساسية الموجهة إلى جين ديكسون هو التناقض الملحوظ وعدم دقة تنبؤاتها، في حين حققت بلا شك عدداً من النجاحات البارزة مثل التنبؤ باغتيال الرئيس كينيدي. كانت هناك أيضاً حالات فشلت فيها تنبؤاتها أو فشلت في التحقق، وقد دفع هذا البعض إلى القول بأن قدراتها النفسية كانت أقرب إلى التخمينات المحظوظة أو الذاكرة الانتقائية من البصيرة الحقيقية. لاحظ جون آلين باولوس عالم الرياضيات في جامعة تامبل ميل ديكسون ومعجبيها إلى الترويج لتوقعاتها القليلة الصحيحة مع تجاهل العدد الأكبر من التوقعات غير الصحيحة، وأطلق على هذه العادة اسم تأثير جين ديكسون، حيث ثبت خطأ العديد من توقعات ديكسون مثل ادعاءاتها بأن النزاع على جزيرة كيموي وماتسو من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة في عام 1958، وأن زعيم العمال الأمريكي والتر رايثر سيترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية عام 1964. يمكن القول إن ظاهرة العرافون تعد مثالاً آخر على كيفية استغلال بعض الأفراد لميول البشر الفطرية إلى البحث عن التفسير للأحداث السلبية والمصائب المجهولة. يروجون للدمار والتخويف، وقد يجدون في ذلك وسيلة لجذب الاهتمام وتحقيق مكاسب شخصية على حساب الأمان النفسي والمجتمعي. تبقى الحقيقة أن هذه الأوهام لا توفر حلولاً حقيقية للمشاكل التي يواجهها الإنسان. يبقى من الضروري أن يبني الإنسان فهمه للعالم بناءً على أسس عقلانية وواقعية، بعيداً عن الأساطير والإدعاءات التي قد تؤدي إلى الهلاك النفسي والاجتماعي.